اكرم واحنا بنتكلم امير قال لي ان انت بتتكلم انجليش كويس وده حاجه كويسه. لسه كنت بسالك على تعاملك مع اللاعبين المحترفين سواء جاي ولا باكا، تتعامل معاهم ازاي ودايما انت وسعد بتروحوا لهم كده تقعدوا تتكلموا بالانجليزي؟ انا مش هقول لك بقى على الانجليزي بتاع سعد اللي انا شفته في فيديو كده كان موجود على الفيسبوك، انجليزي عالمي صراحه. سعد هو اللي انت هو المترجم بتاعك؟ سعد هو اللي طيب بيترجم لهم وانا اللي وانا اللي حاجه مثلا لا جاي ولا انا ممكن لو بتكلم مع باكا ممكن اتكلم اقول له ازيك، يقول لي الحمد لله يا باشا. عارف يا باشا؟ يا باشا تمام. مين اللي قال له بقى يعني مين اللي بيدخل له؟ لا يا باشا دي انا وسعد اللي معلم. انا ممكن انا اللي اكون شويه لان انا يعني اغلبيه ان انا اقعد معاه ببقى انا مش سعد. جاي بقى على طول جنب سعد، انت ما بتسيبوش ليه يعني؟ لا ما هو بصراحه سعد حبيبي حتى في لما بتبقى موجود في السكور بتبقى هو حبيبي بصراحه. ايه اللي بيخليك بتحبه كده؟ انا عايز افهم. لا هو بيفضل يتريق عليا طول الوقت يعني على طول. على طول فعشان كده انا بحبه يعني. انا وندفد يعني احنا الاغلبيه يعني مع بعض، وميدو جابر الناس يعني الغلابه يعني. انت غلابه ازاي؟ الغلابه اسمع كلام. لا ازاي غلابه؟ قول لي قول لي غلابه. سعد عامه هو بيحب على طول يتريق عليكم يعني ولا ايه؟ فبس انا اكتر يعني. انت اكتر؟ انا اكتر بس يعني ده ببقى انا ده عشم يعني حب يعني فانا بصراحه بحبه. طب انا سمعت ان هو بيقلدك بطريقه معينه كده. بيقلدني انا؟ سعد؟ لا احنا اللي بنقلده. انت بتقلده؟ اه. في ايه بقى هو المميز قوي عشان تقلد سعد سمير؟ مشيته مثلا طريق كلامه؟ لا جريته. جريته ليه؟ جريه معينه؟ ليه؟ لا جريه معينه. يعني بتطلع رجله لبره. انا هو دايما في فيلم كده استاذ احمد زكي الله يرحمه بيجري جريه معينه تمام وبكلام معين يعني بيموتني من الضحك تمام. فانا لما اجي اجري معاه او حاجه اقول له يا سعد طب ما تعمل لي انا عارف الفيلم اللي انت قصدك عليه ده اللي هو كان بيجري في الشارع. هو ده. فبحب اهزر معاه دايما وبحب هو بيجي لي الاوضه عامه انا وندفد دايما بنبقى قاعدين مع بعض. هو بيجي بقى نعمل بقى فيديوهات نهزر نضحك كده. لا سعد رهيب. لا مش معاك انت بس. لا ملوش مع كله. طب بيعمل ايه بقى هو مع الاجانب؟ هو معايا مع اللعيبه الافارقه مع اللعيبه المحترفه اجايه و لا هو بيعلمهم الكلام كل حاجه واي حاجه ممكن تتخيلها هو بيعلمها له. يعني في اول يعني ثلاث ايام اول ما جاي جه الاهلي انا لقيت جاي بيقول يلا رجاله. انا بصيت انا استغربت يعني فكان قاعد جنبه كان سعد سمير فندفت كان قاعد جنبي قلت له لا ما تقلقش سعد هو اللي قايل له كده. بعديها يعني خلاص هيتكلموا عربي بسبب سعد. حاجات مضحكه جدا يعني. هو المشكله ان انت هتعلمهم عربي سعد هيعلمهم عربي بس سعد مش عارف يتعلم انجليزي. لا لا بيتكلم معاهم انجليزي. انت عارف بتفكرني بمجموعة لاعبين برضه واحنا في المنتخب كل الناس يعني لما بنطلع بره مثلا في اوروبا مثلا في لعيبه معينه كده زي سعد كابتن شادي محمد الله يرحمه كابتن ايمن رمضان لو تعرفه طبعا كان لاعب نجم في نادي الاسماعيلي كان الناس اللي هم الاجانب يروحوا عليهم يكلموهم هم يعني بيسيبوا اللي بيعرفوا يتكلموا انجليزي ويروحوا عليهم هم هم بقى بلغه الاشاره كنا عارفين وبعد كده ما شاء الله كابتن شادي محمد اتطور في حته الانجليزي بقى بيتكلم باللغه الانجليزيه كان هو المترجم الرسمي لكابتن مستر مانويل جوزيه لو كان على طول هايل يعني فسعد لو في مدرب اجنبي ولا حاجه في المنتخب ممكن هو بيتعامل مع مستر ريكتور كوبر على طول دايركت. لا هو سعد سمير من الشخصيات اصلا اي حد يشوفه يحبه. صحيح. طبعا بيحفزك يعني ده جوه الملعب دور الكابتن بقى ما تيأسش بيحتضن اللعيبه الصغيره بيقول له اعمل كذا وما تخافش من حاجه يعني انا بحسه في النادي الاهلي انا بحسه اخويا مش ان هو صاحبي او متعرفين على بعض او حاجه لا هو اخويا بصراحه في النادي. ربنا يديم المحبه ما بينك اكرم وكل اللعيبه لان دائما عائله الاهلي هي مش في النادي بس لا ده هي ما نيجي نتكلم هي عائلات جوه عائله كبيره طبعا. فكره القدم وجهاز كره القدم هو عائله داخل النادي الاهلي بيضم اللعيبه والجهاز الفني ولجنه الكره وكل التفاصيل الخاصه بكره القدم.